الأسباب اللي تخلي الشخص أناني، الظروف اللي هو فيها، أو بتبقى حاجة خلقة من ربنا فيه. الشخص الأناني ده بيبقى ناتج عن حرمان، يعني هو يكون مثلا أصلا عاش حرمان كتير فخد الأنا دي في حياته. لو الطرفين ما بينهم مشاعر حقيقية مش هيبقى في مكان للأنانية دي، لأن كل حاجة يعني لازم كل واحد فينا يكون متساوي من ناحية كل حاجة، لازم كل واحد فينا يدي للتاني حقه. بمعنى إن أنا دلوقتي ما تكونش بتعمل كل حاجة أو أنا بعمل كل حاجة، لا لازم إحنا الاتنين نكون متساويين في كل حاجة. أنت ممكن لو ارتبطت بحد لازم يفكر في نفسه وفيك، يعني عشان برضو ايه ما ينفعش واحد يفكر في نفسه بس، ممكن يأذي اللي منه، ممكن يأذي اللي لو حس ان اللي قدام منه احسن منه او في حاجات مميزات مش فيه هيكرهه، فبيبدا يعمل معاه مشاكل. ان هو يفكر في نفسه وما يعملش حساب مثلا ان انت معايا المفروض افكر فيك قبل ما انت تفكر فيا، يعني المفروض كل واحد يفكر في التاني. ما حدش في الدنيا يقدر يرتبط بشخص اناني، لكن ايه هي الحياه تكافؤ اللي هو بين طرفين. انت طالما اناني تبقى انت شخص مؤذي، ولا اكيد مؤذي اصلا هيكون اناني، فانت هو ما بصلكش ولا بص ليك انتوا الاثنين، هو اهم حاجه نفسه. لما انت مع انك انت ممكن تكون انت مركز في انتوا الاثنين بس هو مركز فيه هو لوحده، فحاول انت تبذل مجهود مثلا لاجلكم انتوا الاثنين. فلا انا في الاخر انا عايز مصلحتي انا في الاخر. الشخص الاناني بيكون توكسيك الى حد كبير.